يسعد مساكم جميعا، يسعد مساكم اصدقاء ليتس اكستند. اليوم موجودين معاكم بورشه الذكاء الاصطناعي اللي راح تكون معانا وتنورنا فيها كوتش ربا. راح تكون معانا كوتش ربا لنتحدث اكثر عن الذكاء الاصطناعي ونقدر نفهم اكثر بهذا المجال، نقدر برضو كمان يصير عندنا هيك معلومات اكثر بهذا المجال. بدايه بس بحب اعرفكم بنفسي، انا ماسا من مبادره ليتس اكستند. بحب احكي لكم هدف ليتس اكستند انه تنمية التفكير الابداعي عند الشباب، لهيك اليوم راح تكون معنا الكوتش ربا بورشه الذكاء الاصطناعي. تفضلي كوتش ربا، المايك معك، تفضلي. يعطيكي العافيه، يا اهلا وسهلا، جدا بوجودي معكم اليوم. صوتي واضح شباب؟ هلا صوت مثلا كان كثير واضح، فاللي صوت مش واضح ممكن يكون النت مش عنده مش تمام. يعني صوتك واضح تماما. اول شيء يعطيكم العافيه وبشكر حضوركم جميعا. يعني ما دام دخلتوا بهاي المحاضره، اذا انتم مهتمين بهذا المجال وعندكم فرصه انكم تحسنوا من مستواكم وتدخلوا هذا المجال. حكون معكم انا ان شاء الله اليوم ربا الخشيني، مدربة بهذا المجال، مدربة الذكاء الاصطناعي، ماشين ليرنينج، ديب ليرنينج. برضو أنا مدرب بايثون. ما بعرف إذا في منكم ناس أصلاً بهذا المجال أو إنكم جديد حابين تدخلوه. عموماً أنا رح أحكي أكثر معكم عن هذا الموضوع، عن هذا المجال وعن فرص العمل اللي موجودة فيه، وبعدين إن شاء الله حفتح مجال لجميع استفساراتكم. مبدئياً أنا بدي أعمل ميوت بس للكل حتى المحاضرة تكون شوي رايقة، يعني شوي لأنه العدد منيح، فما بدي كل شوي حد يفتح المايك. أوكي، فأنا عاملة ميوت للكل، أي حدا عنده مداخلة أو سؤال على الشيء اللي أنا عم بحكيه بعد شوي، بدي أحكيه بعد شوي، فيكم تتواصلوا معي على المسجات، مسجات الزوم، وإن شاء الله بآخر المحاضرة حفتح مجال أي حد حابب يفتح مايك ويسألني أكتر، حفتح له مجال ونجاوب على جميع استفساراتكم. مبدئياً الكل صار عم بيسمع بمفهوم الـ Artificial Intelligence أو بنحكي عنه AI أو الذكاء الاصطناعي، وصرنا أكتر نسمع بلغات البرمجة الجديدة مثل البايثون، والكل صار حابب يتوجه لهذا المجال. وبطل هذا الموضوع مقتصر فقط على طلاب الاي تي، عم بنشوف انه الناس اللي بالمجال الصحي او بهندسه الكهرباء او مثلا بالهندسه الكيميائيه الصيدله، كلهم صاروا بيتجهوا لهذا المجال. اذا هذا المجال بطل فقط مقتصر على طلاب الاي تي. هاي اول شغله. ثاني شغله، مفهوم الارتيفيشال انتليجنس كان دائما مربوط بمسميات ثابته. فينا نحكي موضوع الروبوتات هو دائما المفهوم اللي بيخطر في بال اي حدا لما احنا بنحكي ارتيفيشال انتليجنس، ولكن بالوقت الحالي صرنا عم بنشوف بهذا المجال اللي هو مفهوم الارتيفيشال انتليجنس عم بيدخل بكل مجالات الحياه، سواء كانت الطبيه او كانت في مجالات الحياه اليومية. يعني إذا بدك تنتبه على أبسط أبليكيشن أو أبسط شيء ممكن تستخدمه بيومك، عم بيستخدم الجوريثم الارتيفيشال انتليجنس. برجع بحكي ما بعرف كتير إيش وضعكم أو إذا داخلين بهذا المجال أو لا، ولكن إحنا حنحكي بشكل عام إيش المجالات الحالية اللي عم بتطبق artificial intelligence، كيف أنت ممكن تبلش بهذا المجال. حنحكي شوي عن المصطلحات المرتبطة بموضوع artificial intelligence، دائما في مصطلحات بتكون موجودة ولكن إحنا نسمع فيها ولكن ما بنعرف إيش المقصود فيها. حنحكي أكتر عن سوق العمل ومتطلباته بهذا المجال. أول شيء، لما أنت بدك تدرس أي مجال لازم تأخذ شوي صورة عنه، عن مفهومه، متى طلع، إيش التطبيقات اللي عم بتكون موجودة، لأنه زي ما حكيت لكم الناس اللي بعيدة عن المجال دائماً عم تربط مفهوم الذكاء الاصطناعي بمفهوم الروبوتات، ولكن حالياً أبسط أبليكيشن ممكن تستخدمه بحياتك اليومية عم بيكون فيه يطبق AI. هلأ أول شيء، مفهوم الذكاء الاصطناعي كمصطلح ذكاء اصطناعي في عام 1956 اجتمعوا علماء، بس عشان تكونوا بالصوره هم كانوا مجتمعين علماء لغه، علماء رياضيات، علماء منطق، علماء فلسفه، علماء برمجه، علماء حاسوب، اللي اجتمعوا بهاي بدارتموث بجامعه دارتموث، اجتمعوا تقريبا لمده 5 شهور، طلعوا فقط بمصطلح ذكاء اصطناعي ولكن ما كانوا متفقين على المفهوم العام لهذا المصطلح. بس تخيل معي انه اللي طلعوا بمصطلح الذكاء الاصطناعي هم مش
بس فقط علماء الحاسوب، انا عم بحكي لك علماء منطق، علماء رياضيات، علماء فلسفه، علماء برمجه، فكان الموضوع من جميع المجالات. لهيك عم باكد هذا الكلام بانه هذا المجال بطل فقط عم يقتصر على طلاب الاي تي حاليا. انا اللي عم بشوفه الطلاب اللي في المجال الطبي حرفيا عم بيبدعوا بهذا المجال، حتى طلاب هندسه الكهرباء. يعني انا بتفائل جدا بس يكون في حد من طلاب هندسه كهرباء او صيدله، يعني بتخيل انه على جد الوضع حيكون كتير ممتاز، لانه ما شاء الله عم بيبدعوا بهذا المجال. بعد 50 سنة رجعوا اجتمعوا نفس العلماء لحد ما توصلوا لمفهوم عام لمصطلح الذكاء الاصطناعي. اذا بدنا نحكي ايش الذكاء الاصطناعي، انه انت بدك تحاول تعمل الكمبيوتر اللي عندك او السوفت وير اللي عندك، بدك تحاول تخليها تفكر كطريقة تفكير الانسان، تتصرف كتصرف الانسان. لهيك كان المصطلح مربوط بداية بمفهوم الروبوتات، لأنه كنا عم بنشوف الروبوت على شكل الإنسان. فليه كنا عم نشوف على شكل الإنسان؟ لأنه إحنا بدنا السوفتوير اللي معي أو الكمبيوتر اللي معي وتبر شو هو شو حيكون، بدي إياه يفكر بطريقة تفكير الإنسان حتى يتصرف بتصرف الإنسان. بالمراحل المتطورة اللي صارت موجودة هلأ، اللي هو المفهوم اللي انتم عم تفهموا بتسمعوا، الديب ليرنينج، النيورال نتوركس، الان ال بي، هاي اللي عم بتشوف كيف بدها تحلل السيناريو اللي عم بصير بدماغ الانسان وتحاول تخلي السوفت وير عم بيشتغل نفس الشغل. السوكي احنا عم نحكي انا بدي سوفت وير يتصرف كتصرف الانسان، يعطي ردة فعل كانسان، تمام. هلا صار الموضوع اعمق شوي بانهم بدهم يحاكوا طريقة شغل الدماغ البشري، بدهم يحاكوا ويخلوا هذا الموضوع موجود، تمام. لهيك صرنا عم نفهم عم نسمع بمواضيع الديب ليرنينج، لانه صار الموضوع بموضوع ال NLP اللي هم الشبكات العصبيه والنيورال نتورك، صار الموضوع اعمق من انه انا بس بدي اخلي السوفت وير يشتغل عندي يتصرف او يعطي رده فعل كرده فعل الانسان. هلا معظم المصطلحات اللي حاليا عم نسمعها اكيد كلكم سامعين بمصطلح ماشين ليرنينج وديب ليرنينج. مين فيكم ما سمع هدول المصطلحين خلال السنه الماضيه؟ يعني ما بدي احكي من سنوات طويله، ولكن خلال السنه اللي فاتت مين فيكم ما سمع بمصطلح ماشين ليرنينج وديب ليرنينج؟ مين عم بيكون اول مره عم بيسمع بهذا المصطلح؟ فيكم تحكوا معي مسجات شباب، هذا المصطلح جديد ولا انتم سمعتوا فيه ولكن ما بتعرفوا ايش المفهوم له، او اللي عم بيكون مختصر ال ML والدي ال؟ مو ريز هاند، فيكم تحكوا لي بالمسجات شباب من غير ما تعملوا ريز هاند، صعب افتح مايك، ولكن فيكم تتواصلوا معي مسجات، خلينا ندردش سوا، يعني خليكم معي مسجات ندردش سوا. اوكي مندر عم بيحكي سمعت عنهم، اوكي بس جاوبوني بيس او نو، هل هدول المصطلحين جداد؟ دائما بس نحكي اي في بيكون مصطلحين دائما يعني متوافقات مع هذا المصطلح اللي هو احنا بنحكي عن ماشين ليرنينج وبنحكي عن ديب ليرنينج. الثلاث مصطلحات لما تحكي اي اي تحكي ماشين ليرنينج وتحكي ديب ليرنينج هم مشتركين باربعه اليمنتس. لما تحكي عن هم مشتركين بالداتا، بالالجوريثم، بالكمبيوتينج باور، وبالسيناريو. بس حابب اوضح شوي ايش الفرق ما بين هذول المصطلحين اللي صرنا عم نسمعهم بكثره. هلا الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هم خوارزميات مشتركات بكثير اشياء، ولكن الفرق الجوهري اللي بدنا نحكي بيناتهم انه انت لما بتحكي عم بدك تشتغل ماشين ليرنينج او بدك تشتغل ديب ليرنينج، فالموضوع مختلف فقط بالداتا. يعني الداتا اللي انت عم تتعامل معها بالماشين ليرنينج هي غير الداتا اللي انت عم تتعامل معها بالديب ليرنينج. اوكي في كتير فروقات، ولكن فينا نحكي بشكل عام هذا الفرق الجوهري. هلا الداتا اللي انت عم تتعامل معها بالماشين ليرنينج هي داتا انت فيك تحطها بروز اند كولومز، تمام؟ فاهمين علي كيف يعني؟ يعني اذا انت عم تحكي عن اسماء وارقام، ومثلا عم تحكي عن سالري، عن years of experience، اوكي؟ فهي الداتا اللي انت بدك تحطها اللي بدك تستخدمها بالماشين ليرنينج هي فيك انت تحطها بروز اند كولومز، ولكن الداتا اللي انت عم تستخدمها بالديب ليرنينج انت عم تتعامل مع صور، اوكي؟ وعم تتعامل مع فيديوز وعم تتعامل مع اوديوز.
بحس لازم نكون متخصصين حتى نفهم. لا بالعكس، احنا عم نحكي بشكل عام ايش هذا المجال وايش المصطلحات بتكون موجوده فيه. فالفرق ما بين الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هو ايش شكل الداتا اللي انت بتتعامل معها. لهيك فينا نحكي الجيمز حاليا فينا نحكي 99% من الالعاب اللي موجوده على بلاي ستور او بلاي ستيشن او وات ايفر هي عم تكون تستخدم ديب ليرنينج. تمام، فانت لما تحكي عن ديب ليرنينج اذا انت بدك تعرف انه انت عم تتعامل مع صور، مع فيديوهات، مع اصوات، مثلا عن دوكيومنت كبير فيه داتا كبيره. تمام، فشكل الداتا هو اللي بيكون فقط مختلف فينا نحكي عنه، يعني فينا نحكي فرق كفرق جوهري. تمام، هلا اذا بدنا نشوف سوا ايش الابلكيشن اللي حاليا انت عم تستخدمهم، اوكي، او اشهر الابز اللي موجودين انت فيك، هم فيهم ماشين ليرنينج الجوريثم او فينا نحكي اي اي الجوريثم. اول شيء مفهوم الروبوتات، وحكينا انه هذا هو المصطلح اللي كان دائما مربوط لما تحكي اي اي، على طول يتهيأ لك انه انت عم تحكي عن روبوتات ولا لا. ثاني شغله اللي هي اعلانات الفيسبوك. اعلانات الفيسبوك لحد هلا عم بشوف الناس البعيده عن المجال عم بينزلوا بوستات عم بيحكوا والله كنت انا وصاحبي عم نحكي على الواتساب انه انا مثلا بدي اشتري لابتوب، ففتحت الفيسبوك والانستغرام، بما انه هلا الفيسبوك والانستغرام نفس الشركه، فصار كل البيجز سبونسرد عم بيطلعوا لي اللي هم المحلات او الصفحات اللي عم بيبيعوا لابتوبات. صح ولا لا؟ صار معكم هذا الشيء ولا لا؟ او بتكون قاعد انت وصاحبك ما بدنا نحكي بتحكوا واتساب، بتحكوا كلام عادي انه مثلا انت والله بدك تشتري سياره معينه، تفتح الفيسبوك او الانستغرام بتشوف بانه كل البيجات اللي عم تطلع لك عم تطلع لك اعلانات للشيء اللي انت عم تحكي عليه. او اذا انت رحت عملت جوجل سيرش فرضا على شيء معين لبرودكت معين او مثلا دوله معينه، صح، تفتح الفيسبوك تلاقي كل اللي عم تفتحه، خصوصا البيجات الممولة هاي عم بتكون عم تعلنك على الشيء اللي انت عم بتشوفه. ففي ناس صارت عم تبعث، الناس اللي ما بتعرف يعني اي اي عم بحكي لك والله هذا يعني عن جد انا بكون عم بحكي مع صاحبي او بعمل جوجل سيرش بشوف في اعلانات بهذا المجال. هذا الشيء اللي احنا عم نحكيه هاي خوارزمية الذكاء الاصطناعي عم بتجمع داتا كل الابز مرتبطين ببعض، خصوصا اذا انت عامل مثلا لوجن فيسبوك، تمام، باكثر من ابلكيشن انت منزله، صح، معظم الابز بس تنزلها بصير يحكي لك بدك تعمل اكاونت ولا تدخل باي فيسبوك او باي جيميل، صح. لما انت بتدخل كل هدول الابز مع بعض فبتصير اي شيء انت بتعمله على الواتساب، تمام، فيسبوك عارف فيه. فالداتا تعونك اللي فيسبوك واتساب وانستغرام، هاي المعلومات اللي انت بتكون عندك، الشات اللي عم بتكون عندك، هم عم بيجمعوها حتى يطلعوا الاعلانات. الشيء اللي عم بيعمل هذا الموضوع اللي هو خوارزميات الذكاء الاصطناعي. فلهيك ما تستغرب فيسبوك للحظة معينة الناس اشتكت كتير من هذا الموضوع وحكت حرفيا ما في خصوصية يعني ولا بين اي تطبيق. فطلعت الفيسبوك خاصين وانت فيك تفصل، تفتح السيتنج وتفصل الفيسبوك عن باقي الابس حتى ما تشارك الداتا بالتطبيقات الثانية مع تطبيق الفيسبوك. فهيك بتصير انت اي شيء مثلا بتحكي بواتساب ممكن ما يوصل هون، ولكن انت في حرفيا ما فيك تعمل هذا الشيء لانه فيسبوك وانستغرام واتساب هم لنفس الشركة، فالداتا مشتركة. تمام، لهيك هذا موضوع الداتا لما حكوا انه كان في ثغره بالفيسبوك وصار في تسريب للداتا تاعت الناس، في ناس حكت والله انا مو فارقه معي يعني مش كتير مهم ايميلي ورقمي وما بعرف شو، بالنسبه لك مش مهم، ولكن اصحاب الشركات اللي بدهم يمولوا او يعملوا اعلانات للبرودكتس تاعونهم حرفيا هذا الشيء بيفيدك. تمام، هذا الشيء بيفيدهم سريع. لهيك بتشوف احيانا بيوصل على رقم تليفونك اعلانات مثلا لوظيفه، او اذا انت كنت طالب اي تي بتوصلك اعلانات لدورات من شركات تدريب. حرفيا هم كيف جابوا رقم تليفونك؟ في ناس عم بتسرب هاي الداتا لانه انت بهذا الدومين او انت مهتم مثلا بهاي المجال فبيحطوا رقمك عشان موضوع الاعلانات. فهاي الداتا حرفيا عم تنباع باسعار خياليه. لهيك انا دائما بحكي اي ابلكيشن انت بدك تنزله من الاب ستور او البلاي ستور، في كتير ناس لما انتم بتنزلوا الابلكيشن بيعطيك انه هذا الابلكيشن حيعمل اكسس على الجاليري، حيعمل اكسس على الكونتاكت، حيعمل اكسس على المايك، على الكام، انتم على طول بتعطوه بيرميشن لكل شيء.
تمام؟ فكونوا حذرين من هاي النقطة. إذا أنت الداتا بعينك مش مهمة، الشركات عم بتشوف الداتا بالنسبة إلها هذا كنز، فالداتا اللي إلك دائما اعتبرها شيء خاص فيك. فلهيك بس تنزل أي أبس انتبه لشو بدك تعطيه صلاحية، تمام؟ هلا ثالث ابلكيشن، والابلكيشن اللي عم بيستخدموه البنات، يعني ما في ولا بنت ممكن يمر يوم من غير ما تفتح سناب شات وتتصور، صح؟ موضوع الايمج بروسينج، فينا نحكي اقرب مثال المستخدم يوميا هو السناب شات، لما انت بتتصور بالفلتر، صح؟ تتصور بالفلتر، واذا كان معك ثلاثة أربعة برضه عم يطلع عليهم الفلتر، او اذا كنت لابسه بلوزه مثلا ومرسوم عليها شكل بنت، البنت الفلتر عم بيطلع على البلوزه. يعني اتوقع الكل، بما انه الكل عم بتصور يعني عم بلاحظ هذا الشيء. الفلترز اللي موجودين بالسناب شات هم عباره عن يعني مستخدمين اللي هم الجوريثم الاي اي، تمام؟ فينا نحكي برضو عن تطبيق ثاني موجود بتليفوناتنا ويوميا عم بصير هذا الشيء، الجاليري بتليفونات الايفون او الجوجل فوتو بتليفونات الاندرويد. عم بتشوفوا انه عم بصنف لكم، بيعمل لكم البومز مثلا، كل صور احمد عم بتلاقيهم بفايل لحال، صح ولا لا؟ عم بيكون بيعمل البومز بصور كل حدا. كيف عنده القدرة انه يميز انه هذا الوجه مثلا هو لاحمد ويعمله بفايل لحال؟ اوكي، هذا الموضوع عم بيكون اي اي، تمام؟ برضه في شيء مستخدم يوميا ممكن ما حدا بينتبه انه انت عم تستخدم اي اي، اللي هو الكيبورد اللي انت بتكتب فيه مسجات. لما انت بتكتب مثلا السلام على طول بيعطيك تنبؤ عليكم، بعدين بكتب لك ورحمه الله، صح ولا لا؟ او مثلا بدك تحكي مثلا الكلمات اللي انت على طول بتحكيها، مثلا ألف بطلع لك ألف مبروك وهكذا، صح؟ فالتنبؤ اللي عم بصير بالكيبورد اللي انت ماسكه عم تكتب فيه كل يوم وانت مش منتبه، انه التنبؤ اللي عم بصير هو عم بيكون مستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي، تمام؟ فينا نحكي برضو مثال على أمازون بقصة التوصيل، لما انت بتحدد موقعك وبصير بيوصلك البرودكت اللي انت بدك اياه للمكان اللي انت بدك اياه. فهاي فينا نحكي انه عم بستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي. اذا نحن بنشوف انه حرفيا هذا المجال داخل بكل شيء، بمجال الصور، بمجال الفيديوز، بمجال التكست، بمجال الكودينج، بمجال الماب لما انت بتفتح ماب وبيعطيك مثلا انه هذا الشارع مثلا فيه ازمه، صح؟ هذا الشارع فيه تصليحات لا تمر فيه مثلا، اوكي؟ فالماب اللي انت فاتحها وبتمشي عليها بمشاويرك، اوكي؟ هاي عم تستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي. يعني بعد شوي انت بس تفهم هذا الموضوع حرفيا حتشوف انه انت كل اشي حواليك عم بيكون يستخدم خوارزميات ذكاء اصطناعي. مفهوم البوتس، مين بيعرف ايش يعني البوتس شباب؟ لما انت بتبعت لبيج انستغرام مثلا او لبيج فيسبوك بدك تسألهم عن برودكت معين، صح؟ وعلى طول بيوصلك الرد. هذا الكلام انه يصير في عندك رد آلي، اوكي، هذا اللي احنا بنسميه البوتس. ولكن بدكم تميزوا، مش كل رد آلي بيوصلك هو بيستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي. كيف يعني؟ يعني عشان تكونوا بالصورة، المفهوم بالذكاء الاصطناعي انه انت ما بتعطيه مثلا، ما بتحكي له اذا بعت مرحبا رد عليه بكذا، تمام؟ انت ما بتحكي له هيك، انت فقط بتعطيه داتابيز كبيرة، قاعدة بيانات كبيرة، ايش ممكن يصير في كلام، تمام؟ فهو بصير لحاله يولف الكلام ويولف الحوار معك ويرد عليك. يعني البيجات اللي على الفيسبوك اذا انت بعت لها مرحبا، او الرد الآلي اللي على الواتساب اللي بيحكي لك مثلا اهلا وسهلا فيك، سيتم الرد عليك من قبل الموظف المسؤول، تمام؟ هذا مش بوتس بيستخدم الذكاء الاصطناعي، هذا بوتس بيستخدم خوارزميات عادية، لأنه هو ما دار حوار معك، تمام؟ يعني أنت ما بعثتي له مثلا والله إيش سعر هذا البرودكت يرد عليكي، بيستنى لحتى الموظف يرد عليكي. بينما الرد اللي نحكي البوتس اللي عم بيستخدمه خوارزميات ذكاء اصطناعي، إذا أنت والله بعثتي صورة البرودكت وحكيتي له هاو ماتش، حيرد عليكي، حيعمل ايمج بروسينج يشوف شو هاي البرودكت، تمام؟ ويروح يتاكد من سعرها من داتابيس ويحكي لك مثلا والله سعرها 10 دنانير فرضا،
تمام، فاللي عم يحكي معك هو رد آلي مش موظف ماسك التليفون وعم بيرد، تمام. فهذا مفهوم البوتس، إذا كان مصطلح جديد عليكم ممكن تضيفوه لمصطلحاتكم اللي موجودة. فبعد شوي أنت هتصير تقرر إذا هذا عم بيستخدم ذكاء اصطناعي أو ما عم بيستخدم ذكاء اصطناعي. هلا مفهوم التكست والفويس، خلينا نحكي عن السبيتش. إذا أنت مسكت، عارفين سيري اللي بتليفونات الآيفون؟ حد عمره ما حكى مع سيري؟ آه شباب، حد بحياته ما حكى مع سيري؟ سيري اللي موجودة على تليفونات الآيفون شباب، ما عمركم حكيتوا معها؟ شباب مش عم تتفاعلوا معي، بدي أحس إن الكل موجود وعم بيسمع. ممنوع يس احكوا معي مسجات، وبعد بس اخلص حكي ان شاء الله حفتح لكم حفتح لكم المايك. يس بالضبط. هلا سيري اللي عم بصير، تخيلي انه انت مثلا، تخيلي انه انت ما انه انه انت مثلا تعودتوا على مثلا بالبيت، مثلا اي كلمه ممكن تحكيها، اللفظ اللي انت عم تحكيه اوكي مش مثل لفظ مثلا اخوك او صاحبك، صح؟ فاللفظ اللي انت عم بصير انه هو عم بميز، اذا انا حكيت مثلا ايفون في حدا ممكن عم يرفضها بلفظ اخر، فاللي عم بصير بانه سيري قادره انها تحكي مع جميع اللهجات. سكاهي بس تحكي انجليزي، بس هل الكل بيرفض الكلام نفس اللفظ؟ اه شباب هل اللفظ، هل الكل بيرفض نفس اللفظ؟ اكيد لا. بالضبط. هلا اللي عم بصير بانه هو قادر انه يميز يبين اللهجات. هلا مثلا في اللي عم نحكي كيف بدك تميز ما بين برنامج بيحول الفويس لتكست، يعني بيحول صوتك لكلام، تمام، وما بين برنامج مثلا تاني نفس الشيء بيشتغل. في برامج، البرامج اللي كانت نازله قبل اللي هي ما بتشتغل على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، اذا انت ما حكيت الكلمه بشكل واضح ما بيفهمها، تمام. اذا انت ما حكيت الكلمه بشكل واضح اوكي وبلفظ صح ما بيفهم. لكن سيري اي حدا بيحكي معها كلام هي قادره انها تفهم عليه. هاي الدقه بتحويل الكلام من فويس لتكست اوكي، هاي بيكون خوارزميات ذكاء اصطناعي. كل ما كان فينا نحكي عم بيحول عم بيكون دقيق أكتر، كل ما كانت الألغوريثم اللي عم بيستخدمها قوية أكتر. تعالوا يجي على إحنا الناس اللي بنفس الدولة، تمام؟ بدناش نحكي على الكلام بالإنجليزي، الكلام العادي. أهل عجلون بيحكوا بلكنة معينة، صح؟ أهل الجنوب بيحكوا بلكنة معينة، صح ولا لا شباب؟ أهل الشمال بيحكوا بلهجة معينة، فما بالك الكلام اللي عم بيطلع، صح ولا لا؟ صح؟ كل هلا هون بتيجي دقة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، انه انت بأي لكنة عم تحكي معه هو قادر انه يفهمك صح، تمام، ويحول كلامك ويدير الحوار معك. يعني اللي جرب يحكي مع سيري حرفيا سيري بتدير الحوار معك، يعني انت شو ما سألتها عم بترد عليك، تمام. هل يعقل انه انت انه هاي انه انا حاكيها والله اذا حكالك هيك ردي هيك، اذا حكالك هيك ردي هيك؟ هذا الكلام اكيد مش وارد، صح؟ هذا الكلام اللي انت بتحط جميع الحالات اللي ممكن تصير والرد عليها، تمام، هذا اللي احنا بنحكيه خوارزميات عاديه مش خوارزميات ذكاء اصطناعي. الخوارزميات العاديه بحكي له والله اذا اليوزر سالك كذا جاوبه هذا الجواب، اذا اليوزر سالك هذا الجواب هذا السؤال جاوبه هيك، تمام اوكي. فهاي الخوارزميات ما بتكون ذكاء اصطناعي. خوارزميات الذكاء الاصطناعي انا بس بعطيها داتا ست كبيره او بنحكي عنها قاعده بيانات، اوكي، هو بصير يحلل هذا الكلام وبصير يستنتج هو شو بده يولف معك او شو بده يرد عليك، اوكي. ممكن انت تشوف الموضوع صعب، ولكن هذا الكلام كله ما عم ياخذ اجزاء من الثاني. تخيلي انه هو عم بيروح بحلل ايش عنده بالداتا بيز، بفكر شو بيجاوبك وبيرد عليك. شفتوا صوفيا؟ مين قرأ أو شاف على التلفزيون
هون عن الروبوت صوفيا اللي هي أول روبوت أخذت الجنسية السعودية، وطلعت وحضرت عملت الحوار كامل مع المذيع. مين قرأ عن صوفيا أو شاف على التلفزيون صوفيا؟ يس، ما أتوقع ما في حدا ما شاف صوفيا. صوفيا كانت مذهلة جدا لدرجة إنه كان عندها مشاعر، يعني وصل الروبوت إنه هو نعم نحكي بس روبوت عشان ما يكون المفهوم دائما متصل بمفهوم روبوت. الموضوع مش روبوت، تمام؟ أوكي، أنت عندك سوفت وير بغض النظر أعتقد إنه فيك، بالعكس أبدا مو فيك، الموضوع واقعي جدا. يعني اللي شاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيشوف تطبيقات يعني أضخم أكتر، بدرجة إنه أنتوا عم تتخيلوها فيك اللي هي قد ما هي يعني فينا نحكي مذهلة، الناس عم بتحسها فيك، ولكن ممكن الناس اللي بيجي عن المجال تحسها فيك، بس هي حرفيا موجودة وفي تطبيقات مذهلة أكتر من صوفيا. بس أنا عم بحكي صوفيا كمثال إنه الكل عارف صوفيا، تمام؟ فوصل إنه أنت هلا أنت ليه مستبعدة إنه يكون صحيح مش فيك؟ هلا في أبليكيشن تقدر تميز من الصورة إذا أنت سعيدة أو حزينة، صح ولا لا؟ ما عمركم شفتوا أب زي هيك، صح ولا لا شباب؟ قادر تميز من الصورة تطلع مشاعر الشخص إذا هو سعيد أو حزين، تمام؟ أوكي، فإذا هو من ملامح الوجه، من إيماءات الوجه، لسه في كمان أبز من الصوت فيها تميز مشاعر الإنسان إذا هو حزين أو سعيد، صح؟ تمام؟ فهو من الصوت حتى عم بتميز إذا هذا الإنسان سعيد أو حزين، أوكي؟ لسه عم نحكي برضو إذا هو حكى، من طريقة الحكي حتفهم إنه هاد سؤال، أوكي؟ أو تعجب، تمام؟ فحرفياً أنت عم بتحسي فيك، يعني لأنه هو كتير مذهل، فأنت عم بتحسي إنه فيك لأنه أنت مش شايفة تطبيقات تانية. لكن لما إحنا بنحكي إنه هلأ في سيارات بدون سائق، في صواريخ بدون، صح ولا لا؟ يعني كان كيف هذا فيك والمش فيك وصوفيا فيك؟ لسه صوفيا شيء بسيط بالنسبة للتطبيقات اللي موجودة حاليا، خصوصا هلأ بمجال الكورونا. حرفيا شفنا أبز أبدعت في هذا المجال، إنه صارت من بعض الفحوصات تكتشف إيش المرض اللي موجود وإيش العلاج اللي مستوحى اللي ممكن تستوحيه من هاي الموجودة. فالناس اللي بعيدة عن الموضوع هي حتحس إنه الموضوع فيك، تمام؟ اللي فهمته إنه الذكاء الاصطناعي عبارة عن خوارزميات. طيب هالتخصص عبارة عن تخصص لغات برمجة ولا كيف ممكن ندرس؟ أنا خريج كلية، كيف ندرس هيك المجال على شو بيعتمد؟ والله سؤالك محمد رائع جدا وبمكانه، لكن خلينا بس شوي لأنه هلا حيسكر الزوم ونفتح ميتنج جديدة، حجاوبك على سؤالك كامل، يعني حنشوف كيف أنت ممكن تدخل هذا المجال، أوكي؟ وكيف ممكن تتعلم بهذا المجال. يس، زي ما حكيت محمد هو عبارة عن خوارزميات. أنت عشان تقدر تبرمج هاي الخوارزميات، أول شيء ممكن تحتاجه كطالب حيدخل هذا المجال إنك تشتغل لغة برمجة صح، تمام؟ لهيك بأول الكلام حكيت أكيد كلكم سمعتوا عن البايثون. البايثون من أشهر اللغات اللي عم تستخدم حتى نبرمج فيها خوارزميات الذكاء الاصطناعي، صح ولا لا؟ في حد ما سمع بلغة البايثون شباب؟ سمعتوا بلغة البايثون ولا ما سمعتوا شباب؟ يس، أكيد مشهورة. هلأ ليه تعتبر، ليه شهرت هاي اللغة كتير بشكل سريع جدا؟ يعني جافا إلها سنين موجودة، سي شارب إلها سنين موجودة، ولكن حرفيا ما سمعنا فيها إلا دخلنا الجامعة. يعني الناس اللي دخلت جامعة ودرست هاي اللغات هي اللي سامعة فيها، ولكن الناس اللي بعيدة عن المجال ما سمعوا بهاي اللغة. ليه لغة البايثون بالذات صار الكل عم بيسمع فيها، سواء كان تخصصه اي تي ولا ما كان تخصصه اي تي، صح ولا لا؟ انتم متفقين معي بهذا الكلام انه لغات البرمجة زمان ما كان حدا يعرف فيها الا طلاب الاي تي نفسهم، صح؟ صح ولا لا؟ طب ليه هلأ البايثون بالذات صرت تقعد مع طالب طب أو صيدلة أو هندسة كهرباء كله صار سامع بهاي اللغة؟ حرفياً اللغة مذهلة جداً
الأكثر شيء فيك ممكن تحكي إنه بميزها حجم المكتبات اللي موجودة فيها. لما أنت بتحكي عن حجم مكتبات، يعني بتحكي عن خوارزميات مبرمجة جاهزة. أنت فقط تستدعيها وبالتطبيقات اللي إحنا حكينا، اللي بيطبقوا الأشياء اللي حكينا عنهم، تمام؟ معظمهم هي أشياء مبرمجة جاهزة، أنت فقط تستدعيها. يعني ممكن تتخيل معي إنه أنا بس أشرح مادة المشين ليرنينج، تمام؟ الكود ما بتعدى الأربع أسطر، تمام؟ الكود ما بتعدى الأربع أسطر. هفتح لكم مجال للمشاركة، العدد كبير صدقوني، إذا كل حدا بده يدخل ويحكي الوضع حيكون كتير مزعج، فبالعكس هيك أروق لكم. وبعد شوي أي حدا بده يحكي هيعمل ريز هاند ونفتح يحكي براحته، يعني فهيك أفضل. يعني أنا دائما بحكي المحاضرة بتضلها أروق، يعني ما بتخلص راسك بوجعك سامع 100 صوت، خلاص هو بتسمع صوت واحد، وحتى بس بدك تطلع تحكي قاعد تحكي لحالك من غير ما حد انه يضعك وهيك. اوكي، recording in progress. ما هو اهل الواحد يا نور بيحط اسوأ الاحوال، اسوأ ايش بيحكوا، اسوأ الاحتمالات، تمام. اوكي، ما بعرف فاكر كل دخل او لا، ما بعرف كم كان العدد اصلا. تمام، خلينا نكمل. اوكي، كنا عم نحكي ليه لغه البايثون صرنا الكل عم بيسمع فيها، مش بس طلاب الاي تي، هلا صار اي حدا باي تخصص صار عم بيسمع بهذا الكلام. تمام، أول شيء اللي كنت عم بحكيكم إياه بأنه هاي اللغة عظيمة أو مذهلة بحجم المكتبات اللي موجودة فيها. كثير بنسمع أنه أكثر شيء بيميز البايثون هي اللايبرز اللي موجودة فيها، صح؟ صح ولا لا؟ كنا عم نحكي بأنه اللي بميز أول شغلة بتميز هاي اللغة اللي هي لغة البايثون حجم المكتبات المتوافر فيها. يعني أنا لما بعطي محاضرات أو بعطي، أنا هلا بعطي كورسات ماشين ليرنينج وبعطي كورسات ديب ليرنينج، حرفياً الكود اللي أنا بكتبه، مثلاً بدي أحكي إنه إحنا اليوم بدنا نطبق خوارزمية ال مثلاً الراندوم فورست، تمام؟ إذا بدك تدرس شرح هاي الألغوريثم حرفياً بدك شهر عشان تدرسها رياضياً، تمام؟ وتدرس كيف عم تتبرمج بدك حرفيا شهر، ما يقل عن شهر حتى تفهم موضوع مثلا الراندوم فورست او مثلا خوارزمية السبورت فيكتور ماشين الـ SVM. هاي الخوارزمية اذا دخلت بدك تدرسها رياضيا حرفيا مش حتطلع فاهم ولا اشي، حتى لو اخذت شهرين اذا ما كان الباك جراوند اللي لك رياضيات ما حتفهم ولا شيء من هاي الخوارزمية. لكن كود هاي الخوارزمية 3 أسطر، لما احكي لك 3 أسطر يعني ما بيتجاوزوا 10 كلمات، تمام؟ لما احكي لك انه هاي الالغوريثم الكود اللي إلها 3 أسطر حرفيا لا يتجاوز 10 كلمات. فهذا الشيء اللي انا عم بحكيه بانه المكتبات اللي عندها جدا كبيرة. القصة بالمكتبات او مفهوم المكتبات انه انت هاي الخوارزميات بتكون مبرمجة جاهزة، تمام؟ وانت بدك تطبقها، بس قبل ما تطبقها اصلا بدك تكون فاهم هي ايش بتعمل. فالشرح اللي انا بكون اشرحه بالكورسات، انا بكون اشرح ايش يعني سبورت فيكتور ماشين، اوكي؟ انا ما بشرح رياضيا، انا بشرح هاي المعادلة او هاي الالغوريثم شو يعني، اوكي؟ يعني عشان اوضح بس شوي السيناريو اللي عم بصير بهدول ال3 أسطر، اوكي؟ بدي ساعتين، اوكي؟ فانا بدي ساعتين بس حتى اوضح بشكل عام هدول ال3 أسطر شو بيشتغلوا. فهون اللي عم بصير انه انت اذا بدك تدخل هذا المجال، اول مهارة لازم تكون موجودة عندك انه انت تعرف تشتغل لغة، اوكي؟ اهم لغة وابسط لغة واسرع لغة للتعلم واسهل
شيء ممكن تتعلمه، تمام؟ وخصوصا الناس اللي بعيدة عن هذا المجال هو البايثون. البايثون لغة بقدر ما هي تنجز أشياء وبتسهل كثير أشياء، بقدر ما تعلمها جدا بسيط، تمام؟ حتى سنتكس اللغة تبعه نفسه يعني ما في صعوبة أبدا، تمام؟ فأول شغلة بدك تعملها أنه أنت بدك تتعلم كيف تبرمج أو تشتغل بايثون، تمام؟ ثاني شغلة لازم تكون فاهم شوي، عندك مفهوم أو عندك خلفية ولو بسيطة، تمام؟ ولو بسيطة بدك تكون بتكون عارف رياضيات، أوكي؟ معلش أنا بس يوصلني مسج بشتت شوي، أوكي. يس، كنت عم بحكي بأنه أول شيء لازم تكون متعلم بايثون. بدي أحكي بايثون لأنه أبسط لغة ممكن تدخل تتعلمها. ثاني شيء بدي يكون عندك رياضيات، يعني باك جراوند رياضية. ما عم بحكي لك يكون معك ماستر أو دكتوراه رياضيات، لا، بس يكون في عندك باك جراوند منيحة. ثالث شيء بدك تكون تفهم شوي إحصاء، تمام؟ لأنه لما أنت بتحكي هذا المجال، إذا أنت بدك تحط في بالك إنه أنت رح تتعامل مع حجم داتا جدا كبير، تمام؟ فعشان تعرف تقرأ هاي الداتا وتنظم هاي الداتا وتجهز هاي الداتا اللي عندك، تمام؟ بدك يكون عندك كمان شوي معرفة بالإحصاء. هلا شوفوا، في ناس بيحكوا لك والله إذا بدك تدخل هذا المجال بدك تكون عبقري رياضيات، وبدك تكون عبقري إحصاء، وبدك تكون سفاح بالبرمجة، فحرفيا بيهربوك من هذا التخصص قبل لا تدخله، أوكي؟ ما تسمع هذا الكلام أبدا. المجال جدا ممتع حرفيا، اللي بيحبك أوكي أو اللي بتمنى لك الشيء المنيح حينصحك أنت تدخل هذا المجال. السوق إذا بيحكي لك قدي الناس هلا عم تدخل وتتعلم، لكن في شركات عاملة دراسة مثل أمبيكا، أنا I think اسمها الشركة والله مش فاكرة بالضبط، ولكن عم تحكي لك أنه بعد 30 سنة بالرغم من كل الناس اللي عم تدخل هذا المجال رح يكون في نقص بأعداد كبيرة جدا، أنهم محتاجين ناس تشتغل بهذا المجال، أوكي؟ فاللي بيحكي لك والله المجال صعب وما تدخل فيه، ما ترد عليه، ما في شيء صعب، ولكن بحكي لك أنه هذا المجال بده منك مجهود عظيم، تمام؟ بده منك مجهود عظيم. العلم موجود بكل مكان، فيك تدرس يوتيوب كورسات يودمي، حرفيا عم تشرح أشياء بدك سنة لحالك لحتى تتعلمها، عم بتشوف الكورس فور فري أو $19 أو $18 whatever. في شركات عم تعطي دورات فور فري، تمام؟ فموضوع أنك تدخل هذا المجال ادخله، إذا شفت في ناس حواليك ممكن يحبطوك ما تسأل. الموضوع I know بده شغل كثير، بده علم كثير، ولكن هو فقط بيحتاج لمجهود كثير. إذا أنت أعطيته مجهود حتكون سفاح بهذا المجال. هلأ طلاب مثلا الصيدلة، إذا أنت كنت فهمان بتخصصك وبدك تشتغل موديل بهذا المجال، بدك تشتغل موديل حرفيا، بما أنه أنت فهمان بموضوع الصيدلة، أوكي، حيكون الشغل بالنسبة لك 50% منتهي، يعني أنت كأنك أنجزت 50% من الموضوع. ليش؟ لأن الداتا اللي حتتعامل معها، أوكي، هي داتا بمجالك، فأنت حتكون عارف كيف تتعامل معها. وأهم شيء بهذا المجال أنه أنت تعرف أو تكون فاهم، أوكي، الداتا ست اللي موجودة عندك. هلا دائما بحكي لك إذا أنت حصلت الداتا ست اللي حتشتغل عليها، هاي أول شغلة. وتاني شغلة، فاهم هاي الداتا ست اللي بدك تشتغل عليها، اعتبر حالك أنجزت 70% من المشروع. تخيل إذا أنت حصلت الداتا ست، تمام؟ أوكي، عشان أفهمكم شو يعني داتا ست، مشان تكونوا بالصورة. بأحد الكورسات واحدة من طالباتي كان مشروعها كالتالي، أوكي، المشروع اللي اشتغلت عليه بعد إنهاء الكورس، كان في عندها عينات من منظمة الصحة العالمية، تمام، معلومات عن مرضى. هاي المعلومات اللي أنا بحكي لك عنها هي داتا ست. هاي المعلومات عم تحكي إنه كان دخل مريض عمره كذا، تمام، عنده أمراض، مثلا عنده ضغط، عنده سكري، عنده كانسر، whatever، عنده أمراض معينة، تمام. إجا على المستشفى معه كورونا، كانت عنده فينا نحكي الأعراض اللي كانت عنده هيك، أوكي، وكيف شخصوه؟
تمام، مثلا شخصوا انه مثلا هذا حيضل على جهاز الاكسجين لمده شهرين، هذا والله لا يروع على البيت ويلتزم بالانتيبيوتيك والادويه اللي حنعطيها والفيتامينز. تمام، هاي الحالات اللي على مدى سنه كامله، تمام الحالات الاشخاص هاي اللي مدى سنه كامله، لنفرض كان في عندي حالات ل 2000 شخص، اوكي اذا انت حصلتها هلا هو شو حيصير بعد شوي؟ انا راح يصير اذا دخلني مريض، اذا دخل عندي مريض وعنده الاعراض التاليه وعنده مرض كذا، انا هذا الموديل او هذا البرنامج اللي عندي حيشخص لي شو الحاجه الحاله العلاجيه لهذا المريض من غير ما يشوفه دكتور. تمام، بس انا حدخل الحالات اللي عنده، الاعراض اللي عنده، حدخل عمره، حدخل الامراض المزمنه اللي عنده مثلا، هو حيحكي لي من غير ما يشوفه دكتور، حيحكي لي انه هذا المريض لازم يروح على البيت، ما في داعي يدخل المستشفى ويلتزم بالفيتامينز اللي راح اعطيهم اياها مثلا. تمام، فهذا المقصود بالداتا ست. فانا عشان هيك بحكي لك اذا انت حصلت داتا ست، تمام، وفهمت هاي الداتا ست شو عم تحكي، تمام، كانك انت من 70% من المشروع. تمام، وصلتكم الفكره شباب شو يعني داتا ست؟ لهيك بنحكي كل ما كانت عندك انت داتا ست كبيره، كل ما البروجكت حيطلع لك شغل احسن. تمام، نكمل. انت ايش محتاج حتى تدخل هذا المجال؟ اذا انت شغال برمجه، في كمان شغلتين ضروريات جدا انك تتعلمهم. اول شيء اللي هي الداتا ستراكشر، تمام، وموضوع ماده الالجوريثم. اذا انت مش طالب اي تي، بس تتأسس بايثون، بس تشتغل على حالك بايثون، بدك ترجع تدرس كورس داتا ستراكشر اللي هي هيكلة البيانات، وبدك تدرس كورس الالجوريثم اللي هو اسمها المادة خوارزميات. تمام، اذا انت اخذت هدول الثلاث اشياء اللي هو تعلمت بايثون، اخذت فكرة عن داتا ستراكشر والالجوريثم، المادة كتير صغيرة يعني حرفيا عشان تشتغل تتأسس بايثون وداتا ستراكشر والجوريثم بدك شهرين. بس لما انا بحكي لك شهرين، تمام، شهرين يعني فول داي، مش تفتح اللابتوب ساعة وتمسك تليفونك نص ساعة، لا. اللي ناس تدخل هذا المجال اللي عندها جلد أكتر، لأنه تقعد ساعات طويلة. هذا المجال أو أي كل مجالات البرمجة بشكل عام، إذا أنت ما يعني إذا أنت ما أعطيتها وقت ما حتعطيك إشي. كل ما أنت أعطيتها وقت وتنفيذ وتطبيق وتجربة، حرفيا كل ما هي أعطتك أكتر بهذا المجال. انا ما بدي ادرس بس هيك معلومات عامه، طب اوكي المعلومات العامه كثير حلوه، خصوصا انه صاروا معظم بس عشان تكونوا بالصوره، ما بعرف اذا سالني ايش تخصصك، بس طلاب الصيدله حرفيا دخلوا هذا المجال وبقوه، يعني حتى مش بس طلاب الصيدله، طلاب المجالات الطبيه مع الكورونا دخلوا هذا المجال بقوه حرفيا، يعني هم استلموا السوق هاي الفتره. طلاب المجالات الطبيه اخذوا السوق من طلاب الاي تي، بس عشان تكونوا بالصوره، أخذوا السوق منا حرفيا. محاسبة، هو لسه أنتوا موضوع المحاسبة، يعني شوفوا ما في ولا مجال بالحياة ما دخل فيه مجال الذكاء الاصطناعي. تمام، المحاسبة فيك معظم أو فيها نحكي أهم الأشياء اللي ممكن تشتغليها بإيدك كموظف شغال accounting، فيك تستغني عن كل هذا الشغل ببرنامج بايثون ما ياخذ منك شغل مثلا شهر. شو دخل هذا المجال بالطب؟ ما احنا عم نحكي هذا المجال عم بيدخل بجميع مجالات الحياة. كيف يعني؟ انت عم تاخدي مثلا معلومات من مجال الطب وبتطبقيها مثلا على مثلا، عشان هلا في برامج هي تعطي الوصفة الطبية للمريض، مش عم نحكي عن البرامج السخيفة اللي لا يؤخذ بها. احنا عم نحكي لما بيوصف لك يعني لما بيوصف لك هذا الابلكيشن، عم بيوصف لك هذا الدواء، يعني عم بيوصف لك اياه بخبره دكتور سنين، اوكي، يعني مش زي مش وصف جوجل. اذا دخلت جوجل مثلا وحكيتي انك مريضه بشو، على طول جوجل بموتك حرفيا. تمام، احنا ما عم نحكي عن هذا الشيء، احنا عم نحكي عن موديل معطيك اجابات دقيقة حرفيا. فيك تحكي في موديل عم بيكون نسبة دقتها 90%، في موديل عم بيكون نسبة دقتها 98%. انتوا متخيلين؟ انتوا متخيلين شو يعني؟ متخيلين شو يعني موديل يعطيك نسبة دقة 98%؟
اوكي نيجي على مثال اخر. في بروجكت اللي بيشتغلوا عليه طلابي حاليا اللي هو اسمه متوسط العمر المتوقع. يعني انا ممكن ادخل لك داتا احكي لك هل الانسان اذا بدخن، اذا بيشرب كحول، اذا عنده امراض وراثيه، كيف حالته الاجتماعيه، كيف حالته الاقتصاديه، باي دوله عايش، في يتنبأ لي متوسط العمر المتوقع. ما عم نحكي بشيء حرام، اتسكي الاعمار بيد الله، ولكن هذا البرنامج عم بيعطيك متوسط العمر المتوقع بناء على الداتا اللي انا دخلت له اياها. تمام، هاي اولا. نعطيكم مثال اخر، في البروجكت اللي اسمه البريست كانسر. هذا البريست كانسر هذا الموديل بدخل له داتا معينة وهو بتوقع لي او بيعطيني انه هذا الكانسر الموجود عنده هو حميد ولا خبيث. عم برجع بحكي لكم نسبة دقة هذا الموديل 98%. يعني مش زي جوجل، اذا رحتي جوجل وحكيت له عندك الاعراض وحكالك بعيد الشر يا ربي انه عندك بريست كانسر، جوجل مش دقيق، جوجل على طول بموتك يعني. تمام، بس انا عم بحكي لك عن موديل بيعطيك نسبه دقه بجوابه 98%. تمام، وما عم بحكي بس عن المجال الطبي، في جد في كثير مجالات، مثلا بالمجالات مثلا تعاون الاتش ار. هلا معظم الاتش ار بيشتغلوا على موديل كالتالي: بدخله الموظف اللي داخل اللي جاي عندي جديد، بعطيه years of experience، قد ايه له خبره، من اي بلد متوظف متخرج، ايش الشهادات السيرتيفيكيت اللي معه، تمام، وقد ايه عمره، وهيك بتوقع لي قد ايه راتبه حيكون بناء على شو؟ بيان ان انا اعطيته سلم الرواتب لموظفيني من 10 سنين. تمام، فصار بيدرس ايش العلاقات اللي بيناتهم. تمام، ويصير اي موظف داخل عندي جديد انا ادخل له خبراته وليز اوف اكسبيرينس بتاعه ويتنبأ لي ايش الراتب اللي له مثلا. فحرفيا هذا المجال صار بيستخدم بكل مجالات الحياه. تمام، بس الكلام جدا طويل، يعني ما فيني لا بوركشوب واحدة ولا تنتين ولا ثلاثة أنهي هذا الموضوع. حتى الكورسات اللي أنا عم بعطيها، بعطي كورس، ما في كورس عم بعطيه أقل من 60 ساعة، وحرفيا 60 ساعة مش عم بيغطوا إشي. ليه؟ لأنه يعني عجد الموضوع جدا كبير. بس برجع بحكي لكم، إذا أنت بدك فينا نحكي تدخل هذا المجال، حتى لو بعد 2-3-4 سنين بدك تبلش شغل على حالك من هلا، ما تسمع الناس اللي بتحكي لك إن المجال صعب. المجال مش صعب، بس المجال بده مجهود جدا عظيم. تمام، عم تعطي شيء بتحبه، بس فضل تكتبوا عن هيك ورشات ملاحظة إنه اللي قريب تخصصهم. بالعكس، ولا في كتير ناس عم بيدخلوا هاي الوركشوب وبعاد عن المجال وبيتحمسوا يدخلوا له. بالعكس، انا عم بحكي لك انه هذا المجال ما عم يقتصر فقط على طلاب بالاي تي، ابدا ابدا. عم بحكي لكم طلاب هندسه الكهرباء، طلاب الصيدله، هم عم بيبدعوا اكثر بهذا المجال من طلاب الاي تي. فبالعكس بالضبط، يعني هي ثقافة، هي بالآخر ثقافة. احنا عم نحكي انه انت بعد شوي اذا بدك تفتحي بزنس مثلا، تمام، هتعرف انه انت في عندك برامج هتتنبأ لك مثلا بايش البروجكت المناسب لهاي السنه. اوكي، صح ولا لا؟ في ابلكيشن بتطلع لك دراسه جدوى للبروجكت اللي انت بدك تفتحيه مثلا. تمام، فهي بالاخر ثقافه. يعني حتى لو ما انت ما بدك تدخل هذا المجال، بس هذا المصطلح صرت انت عم تسمعه كل يوم، صح ولا لا؟ ما في يوم ما بيمر علينا كلمة ذكاء اصطناعي. ما يعني حتى إعلانات الأشياء اللي عم بتشوفها كل يوم كلها عم تحكي بهذا المجال. فحلو يكون في عندك تصور عن هذا الموضوع. هلا بدها تدرج نفهمه؟ يس، هي بدها، بما أنه أنتم كنتوا كتير بعاد عن المجال بدكم وقت. عم بحكي لكم حتى الناس اللي بالمجال يا ولا، تمام، ما عم بكفيها دورة 120 ساعة. تخيلي أنت لوين؟ الموضوع جدا عميق، اوكي، وفينا نحكي فيه له ايدين كتار. يعني عم بحكي لك بتدرسي رياضيات وتدرسي احصاء وتدرسي برمجه، اوكي، فهو حرفيا اخطبوط، يعني بدك تحطي ايدك باكثر من مجال.
تمام؟ فحتى الناس اللي بالمجال بدهم فترة طويلة لحتى يدخلوا هذا المجال ويشتغلوا. بالتوجيه لازم نزل حاسوب عشان إذا عشان أقدر أقدم هذا المجال. أوكي، أنت لسه ما دخلتي جامعة أصلا. هلا هلا، مش ولا هلا. شوفوا، هذا المجال فينا نحكي إنه شوي علمي، ولكن عادي أنا داخل إدارة ودخلت هذا المجال، فاهمين علي؟ هاي المجالات بالذات ما بتطلب منك لا شهادة معينة ولا تخصص معين، فقط إذا أنت كنت مهتم بهاي المواضيع حتدخل هذا المجال وتكون أشطر من الناس اللي أصلاً تخصصها هذا المجال. لهيك أنا عم بحكي لكم طلاب مثلاً طلاب هندسة الكهرباء والصيدلة عم بيبدعوا أكثر من طلاب الآي تي حرفياً. فما دخل شهادتك ولا جامعتك ولا تقديرك ولا أنت دارس علمي ولا إدارة بأنه أنت حتدخل وتبدع هذا المجال أو لا، تمام؟ هذا المجال للكل حرفياً. أوكي؟ طيب، ليه هلا الكل صار بده يدخل بده يتعلم AI وبده يدخل هذا المجال؟ الأشياء المتوفرة حالياً، تمام؟ ما كانت موجودة مثل زمان. مثل شو؟ أول شيء مثل ما حكينا عن الداتا سيت. زمان إذا كنت أنت بدك تشتغل بروجكت معين، تمام؟ والله ما بعرف يا ولا في فور حضور ولا أخذتوا سكرين، لأنه في ورشات عندنا على 7. والله ما عندي فكرة. إذا فيكم إذا فيك تجاوبيهم ماسا أو ليان، بالنسبة للحضور والغياب في ناس عندها ورشوب على 7. أول شيء زمان بس كنت بدك تشتغل بداتا معينة تروح توزع استبيانات في الشوارع، صح ولا لا؟ صح هذا الكلام كان يصير زمان؟ إنه إذا أنت بدك تعمل دراسة لموضوع معين ومحتاج رأي الناس أو أي داتا، تروح توقف باب المدارس، باب الجامعات، وتصير توزع استبيان، صح؟ عشان تجمع الداتا، صح ولا لا شباب؟ فاكرين هاي الأيام إنه كانت الاستبيانات تتعامل معاملة وتتوزع على الكل حتى يجمعوا داتا؟ هلا لا، أي مشروع بيخطر في بالك أعمل سيرش على جوجل هتلاقي فيه إله داتا ست موجودة جاهزة وحجمها جدا كبير، صح؟ تاني شغلة، إذا ده موضوع الداتا ست هو أهم موضوع، خلصنا منه. كيف؟ أوكي، هاي زمان أي حدا بالضبط، أي حدا كان مثلاً منزل مشروع تخرج، صح؟ أي حدا كان منزل مشروع تخرج أو بده يدرس يعمل دراسة جدوى لموضوع معين يصير يوزع استبيانات. ليه؟ عشان بيجمع الداتا، ما في مصدر آخر يجمع منه الداتا غير إنه يعمل استبيانات ويوزع على الناس. هل بحياتنا هاي صرنا نشوف في شيء اسمه استبيان؟ بطلنا نشوف. وإذا في استبيان بيكون استبيان إلكتروني، بياخده هو بيعمل، هو بيحلل الداتا اللي طالعة منه. يس، كنت عم بحكي النقطة اللي أنا عم بحكي فيها، ليش زمان موضوع الـ AI ما كان منتشر مثل هلأ، صح؟ هلأ أهم نقطة أو أهم مشكلة بهذا الموضوع موضوع داتا ست، إنها صارت متوفرة. زمان موضوع الداتا إذا أنت بدك تعمل دراسة لأي موضوع ما عندك نتائج أو ما عندك معلومات عنها، فبتروح بتعمل استبيان وبتوزعه على الناس، وبعدين بتصير تحلل آرائهم عشان تطلع بداتا وتطبق مشروعك، صح؟ هلأ الكلام بطل موجود، هلأ الداتا ست كلها صارت موجودة على النت، صح ولا لا شباب؟ فاهمين أنا شو عم بحكي؟ إنه أنت إذا كنت بدك تجمع داتا معينة لمشروعك عشان تدرس تعمل عليه دراسة معينة، كنت تروح على الشوارع توزع استبيان عشان تحصل الداتا، وبعدين تقعد انت بإيدك تحلل الداتا هاي اللي طلعت، كم حدا جاوب A وكم حدا جاوب B ما بعرف شو. هلا الموضوع صار أسهل، يعني حتى لو بدك استبيان الاستبيان صار إلكتروني، والاستبيان نفسه بيحلل لك النتائج اللي طالعة، تمام؟ هاي هذا إذا أنت تحتاج لاستبيان. أنت غالبا ما حتحتاج، لأنه أي داتا بأي تخصص ممكن أنت تحتاجها، تمام؟ موجودة على جوجل. يعني روح حط بدك داتا ست بخصوص كورونا، حيطلع لك مليون نتيجة،
روح حط بدك داتا ست بتخص البريست كانسر، حيطلع لك مليون شغلة. فموضوع الداتا ست صار محلول، انه جوجل موجودة، وفينا نحكي السوشيال ميديا هي اكبر مكان او اكبر اكبر شيء لتجميع الداتا. صاروا بيجمعوا كل معلومات الناس بكل العالم عن طريق السوشيال ميديا. فانت شو ما تحتاج حتلاقي على جوجل الداتا اللي انت بدك اياها. ثاني شغله الكمبيوتر باور، هل اجهزتنا زمان اللي كانت قبل 10 سنين نفس الاجهزه اللي شغالين عليها هلا، نفس المعالج ونفس الرامات ونفس كرت الشاشه وما بعرف شو؟ ها شباب، اكيد لا. هاي الالجوريثم اللي احنا عم نحكي عنها، الالجوريثم الاي اي، بدها كمبيوتر باور عالي جدا. فاجهزتنا زمان اللي كانت هون ما بتتحمل انك تطبق عليها هاي الالجوريثم، تمام؟ لهيك هلا صار الكل بده يشتغل اي اي، لانه مشكله الجهاز، جهازه احسن جهاز، يعني ما شاء الله راماته عاليه، كرت الشاشه ممتاز، صح ولا لا؟ هذا ثاني موضوع حليناه. ثالث موضوع انه زمان اذا انت كنت بدك تدرس موضوع معين، ممكن كنا نسمع اهالينا انهم كانوا يسافروا لبلد ثاني او يروحوا مثلا على مدينه ثانيه حتى يشوفوا حدا يدرسهم، صح؟ او مثلا نستنى قطاعه الدفعه لحتى يقعد معنا ويدرسنا، صح ولا لا؟ هلا لا، انت اي شيء بدك تدرسه، اي موضوع بحياتك بدك تدرسه، جوجل موجود، يوتيوب موجود، انت مش محتاج قطاعه الدفعه، صح؟ انت مش محتاج القطاع اللي كان بدفعه 2010 عشان يرتب معكم ساعه ويجي يدرسكم فيها، صح ولا لا شباب؟ فهاي المواضيع او هاي المشاكل اللي كانت زمان حاليا كلها محلوله. لهيك صار الكل بده يدخل هذا المجال، تمام؟ وتصير هذا المجال هو اللي شغال فيه ويصير اسم له اسم بهذا المجال، تمام؟ اتوقع انه هيك الكلام كافي. اذا حدا في عنده سؤال فيكم، ان شاء الله اكون شوي يعني وصلت لكم الفكره، بما انه الكل كان بعيد عن هذا المجال. غالبا بالوركشوب زي هيك بيكون الناس شوي اقرب، فعم بيكونوا فاهمين شو عم بحكي. مو شرط انهم يكونوا اي تي، بس ممكن يكونوا دارسين هذا الموضوع او عاملين سيرج اكثر عن هذا الموضوع، تمام؟ ان شاء الله اكون شوي وصلت لكم فكره عن مفهوم الذكاء الاصطناعي، عن مجالات شغله واللغات المستخدمه وكيف ممكن تدخل هذا المجال. هلا اي حد بده يشاركنا رايه او يسال سؤال يعمل ريز هاند وحفتح له المايك. حد عنده سؤال شباب؟ يعني ان شاء الله عن جد انه المحاضره هي يعني اتس اوكي انه ساعه ساعه وعشر دقائق يمكن، ان شاء الله عن جد تكونوا كلكم استفدتوا ولو بشيء بسيط. كان بودي اوضح لكم موضوع اكثر، ولكن الكلام بده وقت طويل حرفيا يعني. يس تفضلي شروق. تفضلي شروق، عملت لك فيكي تعملي انميوت وتحكي. تمام. مرحبا، كيفك؟ يعطيك ألف عافية يا رب. صدقا أنا هذا الموضوع يعني أنا مجالي بالتمريض، ما كنت بعرف فيه يعني إنه إيش هو هذا الموضوع، أو إنه يعني مثلا إنه أوكي إحنا هلأ في عالم تكنولوجيا وكيف كيف إحنا التطور اللي إحنا عايشينه، بس صدقا ما كنت أعرف كثير في هذا المجال. فجد الله يعطيك ألف عافية يا رب إنه وصلت الفكرة، يعني إنه بشكل جد بسيط إنه فهمناه جد. فجد شكرا ويعطيك ألف عافية يا رب، ويعطي ألف عافية برضه للمتطوعين الموجودين معنا. الله يعافيك، الله يسعدك، الله يعافيكم جميعا. يس والله يعني الحمد لله. أنا الهدف إنه الناس عن جد تسمع بهذا الموضوع وتفهم هذا المجال، يعني ما تضيعوا هاي الفرصة من إيديكم. يعني زي ما حكيت لكم العلم موجود بكل مكان، يوتيوب، جوجل، قطاعة الدفعة، فيكم تستعينوا بقطاعة الدفعة. يا ريت فيكون في سلسلة لهذا الموضوع. والله هي ماسة، أنا جاهزة، أنا متطوعة بهذا المجال وما عندي أي مشكلة. فإن شاء الله هي ماسة موجودة وليان موجودة فيهم يشوفوا هذا الموضوع.
يعني سعيدة جدا إنه أنا كنت معكم اليوم، وسعيدة جدا إنه عن جد فدتكم ولو بشوي يعني. وأنا متطوعة دائما ما ساف بأي شيء، أنا قادرة إنه أقدمه للطلاب، أنا جاهزة، ما عندي أي مشكلة. المهم نشوف طلاب عن جد حابين يتعلموا، حابين يدخلوا هذا المجال. صدقوني بعد سنتين ثلاث حتوعوا لحالكم إنه أنتوا ليه من زمان ما بلشتوا. يس أوكي تفضلي ريان. يعطيك العافية أستاذ ربا، ويعطيكم العافية جميعا. صراحة إحنا أسعد بوجودك هون، وإن شاء الله لقدام نعمل أشياء بتفيدهم أكثر وأكثر بهالمجال، وفخورين إنك موجودين معنا اليوم، وشكرا جميعا، يعطيكم العافية عن جد. وأنا فخورة جدا إنه عن جد شاركتكم هاي الساعة، كانت ممتعة جدا، وصراحة الشباب كلهم واضح إنهم حابين يدخلوا هذا المجال ويتعلموا. نعم هلا فيك. يس ان شاء الله حنكون انه نرتب لقدام اذا حيصير شيء، اكيد ان شاء الله حيوصلكم خبر ان شاء الله. رقمي موجود عندكم على الجروب، الرقم اللي اخره 100 باسم جوا، ففيكم اي حدا محتاج اي نصيحه او اي شيء بهذا المجال فيكم تتواصلوا معي، ما عندي اي مشكله. بالعكس انا حكون سعيده انه في ناس مهتمه تدخل هذا المجال، فرقمي موجود على الجروب، اي حدا حاب انه يسألني أو يستفسر أو أي شيء يعني بخصوص هذا المجال أنا إن شاء الله حكون جاهزة. حد عنده سؤال شباب، استفسار أو أي شيء، ممكن اللي بده يفتح المايك يعمل ريز هاند أو يبعث على المسجد افتح له المايك. الله يعافيكم جميعا، وصدقا سعيدة جدا بوجودكم. في فورم حضور؟ لا هم أخذوا الحضور من الشات. يس أخذوا الحضور، يعني هاي مدلليتكم كمان، يعني في شهادات، يعني ما سمدلليتكم على الآخر، يعني معظم الوركشوب ما بيكون فيها شهادات، فبرافو يعني. يس في شهادات حضور، فما سدلليتكم. أنا ليان ما تشرفت لسه بمعرفتك، يعني ما أنا بس لأنه تواصلي مع ماسا كان، فلهيك عم بحكي عن ماسا. أوكي الميتينج حتسكر بعد شوي. يعطيكم ألف عافية، وجدا سعيدة عن جد إنه كنت معكم هاي الساعة، حرفيا يعني ساعة جميلة جدا، وإن شاء الله أكون فيدتكم ولو بشي قليل يعني. وتشرفت بمعرفتكم جميعا، وزي ما حكيت لكم نبقى على تواصل، اي حد عنده بده نصيحه بهذا المجال او اي سؤال او اي استفسار رقمي موجود عندكم، واكيد فيني اساعدكم ان شاء الله بالشيء اللي انا بقدر عليه. يعطيكم الف عافيه.